للحديث عن الصراع السياسي في العراق بين شركاء العملية السياسية على رئاسة الحكومة والمطالب بحل البرلمان وتعديل الدستور، معنا من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي الأستاذ نوري حمدان. أستاذ نوري، بداية مرحبا بك. الصدر يتحدث عن إشهاره الكرت الأحمر بوجه الإطار التنسيقي والعملية السياسية، ما طبيعة هذا الكرت الذي لا يزال بيده؟ ضيافة، وأنا تحياتي لجمهوركم الكريم. الحقيقة يعني التظاهرات واعتصامات التيار الصدري واستخدام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما يسمى بالكرت الأحمر للإطار التنسيقي هو أصرار وطموح التيار الصدري للاستحواذ على السلطة وتحويلها إلى أداة من أدوات التيار الصدري. هي هذه مشكلة حقيقة تنافسية ما بين قوى الإطار التنسيقي وكذلك التيار الصدري، وهو وهذا الصراع أو التنافس ما بيناتهم الهدف الرئيسي هو التمكين من إدارة السلطة، الهيمنة على السلطة والتمكين من ثروات البلاد، ونزاعات تكون ما بينهم وكأنه هي ثأرية بسبب هذا النوع من التنافس. تنافس حصل يعني منذ يعني بدء المشاركة ما بيناتهم في الحكومات، إذا كانت حكومة عادل عبد المهدي وحتى السابقة في حكومة العبادي وغير، ومن قبل ذلك كانت الأدوار حقيقة لم ترضي باستمرار طموح التيار الصدري، وعادة ما نسمع من التيار الصدري بالانسحاب من هذه من الحكومة أو من تشكيلاتها بطريقة توحي بأنه هم خارج اللعبة السياسية. طيب، أو خارج أستاذ نوري، موقع مجلس الأعلى، ولكن الحقيقة أنهم في جوهر العملية السياسية، جوهر المحافظة الطائفية، وهم يسعون إلى الاستحواذ أكثر على من يعني سلطة أو. طيب سيد نوري، موقع مجلس الأعلى يقول أن المحاصصة كانت وما زالت حاضرة في تشكيل الحكومات في العراق، يعني من رسخ وهيئ لهذه المنظومة حتى لا زالت موجودة وحاضرة إلى الآن؟ شوف، المحاصصة الطائفية هي حرابها الاحتلال الأمريكي والتدخل الإيراني، هم اللي وضعوا هذه الأسس في المحاصصة الطائفية، واستفاد منها الأحزاب والقوى العراقية، استفادت من عندها الهيمنة على إدارة الدولة، بالتالي تفشي الفساد والاستحواذ على المال العام. يعني فالمستفيدين من المحاصصة الطائفية هم الآن موجودين في السلطة نفسها، وحتى صراحهم هو صراحهم للتوسع قدراتهم وسيطرتهم على السلطة، وليس للصراع هو من أجل الخلاص العراق من المحاصصة الطائفية وإنقاذه من الفساد المستشري في مفاصل الحكومة كافة. المحاصصة الطائفية هي سبب أو أس هي المشكلة الحقيقية بالعراق أو في العراق. بالتالي إن لم يدعي أي قوة أو أي حزب يتظاهر يعتصم، إن لم يعمل على حقيقة الخلاص الحقيقي من المحاصصة من خلال التعديلات الدستورية ورفض. طيب، أستاذ نوري، مع حديث الصدر عن الصولات الدموية لقادة الإطار في إشارته للانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الولائية ضد المدنيين، ولكن ألم يحن الوقت ليكشف الصدر عن فضائح خصومه؟ كل هذه الفضائح ألم يحن الوقت؟ نعم، هو يفترض أنه الوقت ليس يعني الآن أحان يحين الوقت لفضح. هو الإنسان لديه الشجاعة ولديه المروءة ولديه الصراحة ولديه الإخلاص للوطن والإخلاص للإنسان وحتى لدينه ولربه ولمذهبه، يفترض أن يقول الحق متى ما يكون واجب النطق بالحق. وارتكاب الجرائم ومن 2003 لحد اليوم بكل أشكالها هي
لا تنتظر لحظة محددة لإعلان الحق، لإعلان هذه الجرائم. يفترض أن تكشف من زمن وليس بعيد أي 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 منهم حقيقة، يعني أي شخص أو أي حزب مارس السلطة من 2003 لحد اليوم الآن يتحدث عن الانتهاكات، إذن أين كان منها؟ طيب لماذا لا يتحدث من قبل أيضاً عنها؟ أستاذ نوري، في اعتراف أمريكي وتحديدا للمستشار روبرت فورد الذي قال إن واشنطن رحبت بزعماء الميليشيات داخل العملية السياسية بدلا من القضاء على هذه الميليشيات، إذن ألا تتحمل أمريكا مسؤولية تحول العراق إلى دولة ميليشيات؟ شوفوا، الأمريكان حقيقة دائما يسعون إلى مصالحهم قبل كل شيء. دخول الميليشيات للعملية السياسية وحتى التفاوض معهم والتعامل معهم كلعبة القط والفار، هي منذ 2003 لحد اليوم لم تتغير سياسة أمريكا تجاه هذه الميليشيات، وهي دائما يعني تتقاطع معهم إذا تقاطعوا مع مصالحهم. ولكن في أكثر من موطن لا يوجد لديهم مشكلة مع هذه الميليشيات، بالعكس هي من فسحت المجال لدخول هذه الميليشيات بالعملية السياسية، وأصبحت لديهم كتل حتى برلمانية. وهي مشكلة حقيقة تحمل مسؤوليتها الجانب الأمريكي، الجانب يعني الأمريكان يفترض اليوم يعني من المجتمع الدولي حقيقة أن يحاسب الولايات المتحدة الأمريكية على عدم احترامها لاتخاذ القرار الأمريكي الذي قضى بأنها هي قوة محتلة للعراق وعليها أن تحافظ عن وحدة وسلامة أرض وسماء العراق. نعم، شكرا. هذا القرار لم تلتزم به أمريكا، ولم تجعل العراق يعني لم تحافظ على وحدة العراق، بل جعلت من العراق منقسم داخليا ومنقسم حتى في قرار الخارجي، ومنقسم في ولاءاته إلى الدول الخارجية، وأصبح اليوم دول في دولة. هذا كله يتحمل مسؤولية حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها هي المحتلة للعراق بقرار الأمم المتحدة. وهذا القرار يلزم المفروض الولايات المتحدة الأمريكية بالحفاظ على العراق وسلامته ووحدته. بالتالي المجتمع الدولي مطالب حقيقة بمحاسبة أمريكا، ولكن هو من المجتمع الدولي الذي يحاسب أمريكا؟ من إسطنبول الصحفي والباحث السياسي الأستاذ نوري حمدان، شكرا جزيلا لك.